مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. كان المفروض ان اسمعكم بعض الاحاديث حسب الدرس الامامي الذي نحن عليه مباشرين نختارها مما صح من كتاب الترغيب والترهيب. كان هذا هو المفروض، ولكن رايت ان القي عليكم كلمه بمناسبة خبر وليس بالشيء الجديد في الواقع، ولكن ذكرى تنفع المؤمنين. حدثني من أثق به أن أحد خطباء المساجد خطب خطبة طويلة وصرح فيها هكذا كما نقل من ناقل وهو كما ذكرت لكم ثقة عندي، قال إن رئيس السلفيين في هذه البلدة أو قال البلاد سمعته بأذن يصرح يقول لأن من يتبع مذهبا من المذاهب الأربعة فهو مشرك ولم يكن كافر وإنما مشرك. أقول لم يكن هذا لأنهم يفرقونهم بين الكفر والشرك، وإن كان الأمر ليس كذلك عندنا لأن كل كفر شرك وكل شرك كفر. فلو أنه قال أنا كافر فكان تعبيره ألطف ولو أنه على ضلال، ولكنه فيما قال أنا مشرك فقد زاد في الضلال ضلال الآخر. وأظن أنكم لستم أو على الأقل جمهوركم ليس بحاجة إلى التفصيل الذي نحن نعتقده ونؤمن به، ولكن أعتقد أن هناك بعض الإخوان ممن يلازموننا من قريب أو ما يشبه القريب، وربما لم يسبق لهم أن عرفوا رأينا بوضوح في هذه المسألة أو سبق لهم ذلك ولكن لم تتمكن الفكرة من قلوبهم. فربما إذا سمعوا مثل تلك الخطبة الجائرة ربما تأثروا بها. فأنا أتكلم هذه الكلمة أولا بهؤلاء الإخوان الذين نظن بهم أنهم يريدون الحق ويحبون أن يكونوا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أما أولئك الذين لا يخشون الله ولا يخافونه ولا يقيمون وزنا ليوم الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون
إلا من أتى الله بقلب سليم فذلك لا يفيد شيء ولو أتيته بكل آية. أقول أيها الإخوان، نحن من دعوتنا أنه لا يجوز أن يكفر مسلما، بل وأكثر من ذلك نقول حتى ولو كفر فعلا، لو كفر فعلا نحن لا نكفره، لأنه من المحتمل أن يكون له عذر عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وليس المقصود ببعثة الرسول هو أن يبعث الرسول ثم لا تصل هذه الدعوة إلى بعضهم، فبالنسبة لهذا البعض يكون دعوة الرسول لن تبلغهم، وبالتالي لن تقم تجي عليهم. ومن الأدلة الواضحة البينة، نحن اليوم بعد بعثة الرسول عليه السلام ل14 قرن، ومع ذلك فنحن نقطع بأن هناك في القطب الشمالي والقطب الجنوبي على الأقل من لم يسمع بدين الإسلام باسمه مطلقا، ولم يسمع باسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من المستلزم الخلود لهم في النار يوم القيامة، لأنه لم يتحقق فيهم شرط المؤاخذة والتقييد، ألا وهو بلوغ الدعوة. ثم ليس المقصود من بلوغ الدعوة بلوغ اسمها أو بلوغ لفظها، فنحن نعلم هذه صورة أخرى، أن كثيرا من الأوروبيين سمعوا باسم الإسلام وبنبي الإسلام، ولكنهم ما عرفوا حقيقة الإسلام ولا كمال نبي الإسلام. وهذا له أسباب كثيرة ولست الآن في صددها. فهؤلاء كلهم كفار بلا شك، لأنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، لكن هذا ليس على إطلاقه، إنما هو مقيد لمن بلغته الدعوة. الذين لم تبلغهم الدعوة لهم محاسبة خاصة يوم القيامة، لهم معاملة خاصة من الله الحكيم الرؤوف الرحيم، كما جاء ذلك صريحا في بعض الأحاديث الصحيحة، أن الله عز وجل يرشد إلى هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة من شيخ ثان بلغ من الكبر عتيا، لا يفقه ما يقال له، أو طفل صغير لم يبلغ سن التكليف، أو رجل من أهل الفترة لم تبلغه الدعوة، أمثال هؤلاء. ربنا عز وجل يوم القيامة يرسل إليه رسولا، فمن أطاع هذا الرسول دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، ذلك ليصدق فيهم أن حجة الله عز وجل قائمة على عباده جميعا، حتى في ذلك المحشر في عرصات يوم القيامة. فإذا كان هذا الجنس من الكفار الأوروبيين اليوم سمعوا باسم الإسلام وبنبي الإسلام، لكن لم تبلغهم دعوة الإسلام، وأنا حين أقول لم تبلغهم دعوة الإسلام أعني دعوة الإسلام على حقيقتها، وإلا فقد تبلغ أحدهم دعوة باسم أنها دعوة الإسلام، فلنقل مثلا واضحا: يؤمن به كل جماهير من ينتمون إلى السنة أو إلى أهل السنة، ذلك المثل هو إسلام القاضيانيين
القاضيان لهم نشاط كثير جدا في أوروبا وفي أمريكا وفي كثير من بلاد الدنيا، ونعلم يقينا أن كثيرا من النصارى فقد ينمو، ولا أريد أن أقول أسلم، لكن هم حينما تقدموا بظنهم أنهم أسلموا، لأن الذين دعوهم إلى القاديانية لم يدعوهم فعلا أو قولا على الصحيح، لم يدعوهم إلى القاديانية وإنما دعوهم إلى الإسلام. والقاديانيون أنفسهم في كل بلاد الدنيا ومنها البلاد وبخاصة دمشق الشام بليت بمسلمين كثيرة، وأنا جادلت بعضهم كثيرة وكثيرة، فهم يدعون المسلمين إلى الإسلام الصحيح، إلى الإسلام المصفى بزعمهم. كذلك هم إذا دعوا غير المسلمين فالنصارى مثلا بزعمهم يدعونهم إلى الإسلام، فأسلم بإسلامهم هذا كثير من أولئك الأوروبيين. لكنهم نحن حينما نطبق على القاديانيين فضلا عمن تورطوا بهم واغتروا بدعوتهم، حينما نطبق عليهم جميعا سنة الإسلام القائم على الكتاب والسنة الصحيحة من جهة، والقائم على فهم هذين المصدرين على منهج السلف الصالح كما نجدد بهذا دائما وأبدا، حينما نطبق هذا المبدأ الذي لا يمكن أن يكون المسلم مسلما حقا إلا على أساسه، حينما نطبقه على القاديانيين نجدهم ليسوا مسلمين. كيف يمكن أن يحكم بالإسلام من يصرح بأن هناك أنبياء يوحى إليهم من الله بعد خاتم الأنبياء؟ ولا أريد أن أطيل كلام حول القاديانيين مسيرة وقد تحدثت عنهم كثيرة وكثيرة، إنما أنا أضرب بكلام هذا مثلا واحدا، أن هؤلاء من الأوروبيين حينما بلغتهم دعوة الإسلام لطريق القاديانيين وتقدموا كما قلت آنفا، هل فعلا بلغتهم دعوة الإسلام؟ ما بلغتهم دعوة الإسلام. لذلك أنا لا أستطيع أن أقول إن هؤلاء النصارى الذين كانوا يقولون بالآب والابن والروح القدس فكفروا حق لهم ذلك، ثم آمنوا بالله الواحد الأحد، ولكنهم كفروا من جهة أخرى، لأن القاديانيين لقلوهم خلافنا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ألا وهو مجيء أنبياء كثيرين، إلى غير ذلك من العقائد المكفرة التي يعتقدونها. هؤلاء النصارى لم تبلغهم الدعوة، لذلك نحن لا نقول هؤلاء عند الله كفار، لأن الكافر عند الله هو من قامت عليه الحجة. وهذا إلى بحث طويل وخضت فيه أكثر من مرة، فلا أريد أيضا أن أطيل البحث التفصيل فيه، لكن لأدخل الآن في ما أنا في صدده. كثيرون من المسلمين اليوم من أهل السنة والجماعة يعيشون بين ظهرانين أهل السنة والجماعة، ومع ذلك فهم لم يقطعوا التوحيد الذي هو أس الإسلام، والذي بدونه لا ينفع من يدعي الإسلام شيء من عقائده وأعماله، وكل شيء يقدمه بين يديه بين يدي لقاء ربه، لأن الله عز وجل يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. كثير من جماهير المسلمين اليوم يعيشون بين المسلمين، يصومون ويصلون
ومع ذلك لما يفقه التوحيد الذي هو رأس الإسلام كما ذكرنا. هل بلغتهم الدعوة؟ أنا أقول من يبلغهم الدعوة؟ المفروض أن هؤلاء تبلغهم الدعوة من مشايخهم الذين يتلقون العلم عنهم. ولكن لا أقول إن هؤلاء ينطبق عليهم الكلام المأثور قاصد الشيء لا يعطيه. من الذي يقدم التوحيد إلى من كان بحاجة إلى التعرف به؟ هو العارف والعالم المؤمن التوحيد. فهؤلاء المشايخ اسمان، أقولها بصراحة، قسم منهم يعرف التوحيد على حقيقته، ولكنه قنع لنفسه وترك الناس وما يعتقدون، إما خوفا وإما حرصا على الدنيا أو على الجاه أو منصب أو وظيفة أو ما غير ذلك. ومنهم من يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهؤلاء يقال فيه فاقد الشيء لا يعطيه. فعامة المسلمين اليوم الذين نسمع منهم الشرك وهو يدخل المسجد الذي بني لعبادة الله وحده كما قال، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هو داخل المسجد يهز القدم فيقول يا باز، وانت رايح إلى مسجد الباز تعبد الباز ولا تعبد رب الباز وخالق الباز؟ مسكين هذا لا يعلم. مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم من كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. هذا الحديث الصحيح أصدق مكان يطبق عليه هو الكفر الذي يتلقى به من يأتي المسجد يعبد الله، يعبد الله وحده، وهذا المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وإذا به يفتتح بكل مسجد بدعاء غير الله، لكن يقول آسفا لكنه هو يجهل، ومن علمه يجهل أن قوله يا باز أغثني هو عبادة للباز من دون الله تبارك وتعالى. كلهم يجهلون هذه الحقيقة ولا يعرفون أن دعاء الله هو عبادة له، وبالتالي لا يعلمون أن دعاء غير الله هو أيضا عبادة له وإشراك له مع الله تبارك وتعالى. هذه حقائق لا يعرفها جماهير الناس، ذلك لأن دعوة التوحيد مضى عليها زمن طويل، داخلها كثير من الشركيات والوثنيات حتى رامت هذه الجراثيم والمقومات على التوحيد وغطى عليها حتى صار أكثر الناس مرضى. مرضا هو الموت الحقيقي، لأنه ما فائدة حياة الإنسان في هذه الدنيا وهو يعيش يعبد غير الله وهو يجهل أنه يعبد غير الله؟ وليس هذا فقط، أو يدخل المسجد ويكون في المسجد قبر فيأتيه ويطلب منه ما يطلب من الله تبارك وتعالى، يطلب من المقبور الميت وقد يكون صار رميما، ما لو كان هذا الميت حيا لما استطاع أن يغيثه ولا أن يمده بما منه يرجوه ويطلبه. أقول مع هذه الضلالات كلها نحن لا نستطيع نكفر هؤلاء المسلمين لأنه لم تقام الحج عليهم، لأنه ليس هناك دعاة كفر سيطروا على جو سوريا مثلا
تطلع البلاد الأخرى وبلغت هذه الجماهير دعوة التوحيد خالصة لا شرك فيها. ليس هناك من كثرة، إنما هناك أفراد قليلون جدا وأصواتهم ضايعة، ليس لها تأثير إلا بأفراد يتصلون بهم في مناسبات خاصة وعامة، ولكنها ليست شاملة. هذه نحن عقيدتنا. لو وقع فرد من هؤلاء الذين يصلون معنا وينصرون معنا لو وقع في الكفر نحن لا نكفره، لكن إذا علمنا ذلك نبين له أن هذا هو الكفر وهذا هو الشرك لله عز وجل، إياك وإياه. ومن هذا ودون هذا الكثير ما ابتلي به جماهير المسلمين اليوم حتى صار دينا، وهو تقليد مذهب من المذاهب الأربعة. كيف نتصور أن نكفر هؤلاء المسلمين لأنهم يتبعون مذهب من المذاهب الأربعة؟ هذا أبعد ما يكون عن واقعنا، ونحن لا نقول مجاهدين. لو أردنا أن نلاهن أحدا لما سمعتم هذا الكلام الذي قلناه إن أكثر الناس لا يعلمون. التوحيد لا يعرف أكثر المسلمين اليوم، لكننا نقول ما نبي الله تبارك وتعالى به. التقليد نحن لن نعتقد أنه ليس دينا ولا غرابة في ذلك. فنحن نقول في الوقت الذي نعتقد أن نداء غير الله شرك، ومع ذلك لا نكفر هذا المنادي لأنه جاهل. بالأولى أن نقول حينما نعتقد أن التقليد ليس دينا وجماهير الناس قد اتخذوه دينا، فنحن لا نكفر هؤلاء لأن هذا أولا ليس كفرا بنفسه إلا في حدود ضيقة سأشير إليها قريبا إن شاء الله. فكيف نكفر من وقع في خطأ بل في ذنب؟ هذا افتراء علينا وليس أول فيه فريد علينا، وإنما هو كما قلت لكم التذكير والذكرى وذكرى بعض المؤمنين. نحن يا إخواننا نقول في التقليد أن الأصل الواجب على كل مسلم أن يدين بالكتاب والسنة، وأن يتبع ما ثبت في الكتاب والسنة. هذا هو الواجب على كل مسلم بدون تفريق بين عالم وبين متعلم وبين أمة وعقيدة، لا فرق في ذلك إطلاقا. الفرق يأتي في طريق الأسلوب. بمعنى العالم كيف يعرف حكم الله، والأمي كيف يعرف حكم الله؟ يختلفان شجرة الإله. العالم يعرف حكم الله بدراسته لكتاب الله ولحديث رسول الله. الأمي الذي لا يقرأ ولا كيف يعرف حكم الله؟ العالم يعرف حكم الله بدراسته لكتاب الله ولحديث رسول الله. الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب كيف يعرف حكم الله وهو إذا قطع المصحف لا يقرأ، وكذلك الحديث لا يقرأ؟ الله في نفس القرآن الكريم أسأل على الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر عن ماذا؟ عن رأي فلان ومذهب فلان واجتهاد فلان واستنباط فلان، أم عما قال الله وقال رسول الله؟ لا شك أن السؤال عن حكم الله الذي أنزله بكتاب الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه. الاختلاف بين العالم وبين الأمي الجاهل ليس في خصوص وجود اتباع الكتاب والسنة على كل منهما، وإنما الاختلاف في طريقة الوصول
إلى معرفة ما يجب اتباعه من كتاب السنة، فالعالم يعرف ذلك مباشرة، أما العام والجاهل فلا يمكن أن يعرف ذلك إلا بواسطة العالم. هنا يبدأ الخطأ، فواسطة الأم والجاهل لمعرفة حكم الله وحكم رسوله هو العالم. العالم وسيلة وليس غاية، والغاية هو اتباع الكتاب والسنة. فإذا وصل الأمر إلى قلب هذه الحقيقة فذلك هو ضلال مبين. ما هو هذا القلب؟ أن نجعل الوسيلة غاية، أن لا نسأل عن حكم الله ولا عن حكم رسول الله، لكن نسأل العالم في رأيه، يقول له رأيي كذا، فيخضع له ويتبعه، وكان مطلوب باعتباره مسلما لمن أسلم، أسلمت لله رب العالمين، كان المطلوب أن يسلم قلبه وعقله وتفكيره وحياته وماته كما في القرآن الكريم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. لله رب العالمين كان يجب عليه أن يسلم هذا كله ويغادرنا بسبب قلب الحقائق وجعل الوسيلة غاية. أصبحنا نجعل العالم هو الغاية، كما لو كان هو الرسول نفسه صلوات الله وسلامه عليه، الذي إذا قال لا يجوز مخالفته، ومن تعمد بقلبه مخالفته فقد كفر وخرج من الدين ورد شعر من العجيب. هكذا كان العلماء أن ننزلهم منزلة الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ لا. لذلك فرق النص القرآني في عديد الآيات، ومن ألطفها فرق بين الرسول الذي يجب اتباعه لأنه معصوم يسبح الله له، وبين الآخذين عنه. فرق لأبلع عبارة، فقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يظهر الفعل في المرة الثالثة، ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله بإلفات النظر، أن إطاعة أولي الأمر بعض العلماء والحكام، ليس كل الحكام وإنما الذين يحكمون بما أنزل الله، يطاعون تبعا لطاعته لله ورسوله. أما الرسول فيطاع لأنه رسول، لأنه يحكي عن الله ولا يأتيه باطل بينه ولا من خلفه. فأصبحنا نحن لا نفرق بين الرسول وبين الناقل عن الرسول والفاهم عن الرسول وهم أولي الأمر وهم الحكام. لذلك نحن نقول التقليد ليس دينا، والواجب على كل مسلم إطاعة الله وإطاعة الرسول والحرص على ذلك، لكن العالم الجاهد يسأل العالم. فإذا كان هناك علماء ويدعون العلم وأنهم يحرون، إذا قيل له قال الله كذا وقال رسوله كذا أعرض ونأى بذلك، نحن مشكلتنا ليست مع العامة، لأننا نقول العامة لا يفهمون وطريقهم شوال أهل العلم. نحن مشكلتنا مع هؤلاء الخطباء الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث واحد، بل يصرح أنه لا يمكن أن نفهمها وأن نفهمها وإنما من طريقهم.
ثم جنسا على أبنائك من الحال ليس أن يكونون نأخذ الشريعة من علماء المجتهدين الذين فهموا السنة وهم لا شك أعلم من المتأخرين، لكن هذا ليس معناه أن نحكم على المتأخرين بالجهل وأن نفرض عليهم الجهل وعدم الالتزام بمعرفة كتاب السنة، ذلك تماما كما هو شأن النصارى مع قسيسيهم ورهبانهم حضرا من وحي السماء من جهة وواقع الأرض من جهة أخرى. أما خبر السماء فكلكم يقرأ قول الله تعالى لحق النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح مريم. أما الواقع فعامة النصارى لا يعرفون ما في الإنجيل وما في التوراة، هذا خاص بتثبيتهم ورهبانهم، وذلك ليتمكن هؤلاء المثبتين والرهبان من التحكم بعامة النصارى وشعوب النصارى وأن يستعملوهم من دون الله تبارك وتعالى. وهذا معروف، وآخر شيء بلغنا بلغ الجميع وبلغ له خاصة شيء آخر، فقد عرفتم أن اليهود قد ظلموا من تهمة صلبهم لإلههم عيسى بن مريم، فطهروا صعيدكم بسبب تدخل السياسي وقرب السياسي المعين على رئيس النصارى أن يصدر هذا التقرير، وفي الإنجيل خطابا لبطرس ما تعقده في الأرض يكون معقودا في السماء، وكذلك نائبه وهو البابا، هذا هو التألق وهذه الربوبية التي ذكرها الله عز وجل في القرآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله. آخر شيء بلغنا أن الراهبات في الدورة الأخيرة أصدر البابا قرارا مجاراة منه في العصر الحاضر، أي تبرج النساء، لأنه يجوز للراهبات أن كنا نأسف إلى عهد قريب أن لباسهن وسترتهن أستر وأشرع من لباس كثير من النساء المسلمات، وإذا بالبابا قرارا لأن يجوز للراهبات أن يكشفن عن غرة رؤوسهن. لماذا؟ لأن العصر الحاضر الآن ما عاد يتحمل هذا الجنون على هذا التلفف وهذا التحجب البالغ. إذا هو يحل ما شاء ويحرم ما شاء. المسلمون يجوز لهم أن يفعلوا مثل هذا الكلام؟ حاشا لله. وما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة في كتابنا إلا تحذيرا لعلمائنا أن يسلكوا مسلك المسيحيين الرهبان فيصبوا أنفسهم محللين ومحرمين من دون الله رب العالمين تبارك وتعالى. هذا من جهة العلماء، ومن جهة عامة الناس ألا يغتروا بتقليد الأعمى لهؤلاء الذين يحللون محرمهم. وهذا مع الأسف الشديد أقولها صريحة، قد صدق فينا أيضا مثل ما صدق في اليهود النصارى. خبر الله من السماء اتخذوا، هذه حقيقة واقعة، وخبر السماء من رسول الله يقول لتتبعن سبيل من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو تحت البحر ربنا لقتلوه.
فهل وقع في هذا المسلمون؟ نعم، نحن نسمع اليوم الخطيب يقول كذبا على الناس فلان كفر المسلمين، فلسان حالهم آمين. أين أنتم وقوم رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما تفعلون. هذه الآية منسوخة، ما الذي نسخها؟ لا، ليست هي منسوخة، القرآن كله منسوخ، لأن لا أحد يعمل به ولا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن ولا حديث الرسول عليه السلام إلا من بركة. ولذلك ران على قلوب المسلمين هذا الجهل العميق، وأصبحوا لا يتأثرون بما يتلون من كتاب الله وما يدرسون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ونحن لا نسمع ولا نعلم؟ مع الأسف يقولون نحن نقرأ حديث رسول الله، وإذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبين للقرآن الكريم يقرأ من بركة، ويعنون بذلك لا من تفقه فيه ولا من تفهمه، خلافا لقول صاحب هذا الحديث وهو رسول الله عليه السلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا للتفقه في الدين، يقرأونه كما سمعتم من بركة. مع أن الحديث يفسر القرآن ويوضحه، فإذا كانوا يزعمون أنهم إنما يقرؤون حديث الرسول عليه السلام من بركة لأنهم ليس باستطاعتهم أن يتفهموه، أليس شعري حينما يقرأون القرآن لماذا يقرأونه؟ أيضا زعموا من بركة. ومن عجائب وهذا من المتناقضات، يقرؤون في كتب الغزالي أمثاله أن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول سلفا هذا الحديث بسورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا إلى المعنى الذي ينقلونه، يقرأون في كتاب الأحياء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض السلف رب كان للقرآن والقرآن يلعن. على من ينطبق هذا الحديث إن كان حديثا؟ أكثر من أن ينطبق على هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ثم لا يتذكرونه. أقول هذا بمناسبة الآية التي ذكرتها أخيرا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هل هذه الآية منسوخة؟ لا، يجب على موجود القرآن ومحكم وعلماء التفسير يذكرون بمناسبه والسبب الذي من أجل نزلت الآية ونحو ذلك. لكن لما كان جماهير المسلمين الخاصة منهم تبع العامة يقرؤونه للتبرك، فلم يعد هذا القرآن تأثير ما مثل هؤلاء التالين له. والرسول عليه السلام يقول في حديث صحيح: والقرآن حجة لك أو عليك. عاد هذا القرآن حجة على جماهير المسلمين. لماذا؟ نحن مضى علينا قرابة نصف قرن من زمان، لا تزال السيئات تتنوع في كل سنة، في كل سنة شيء يتكرر وشيء يبتكر من جديد. ما أحد من هؤلاء الناس جاء إلي أو إلى بعض إخواننا ممن يمكن أن يعرف عندهم صحيح أنت بتكفر المسلمين لأنه بتنعو المذاهب، ما واحد يسأل إطلاقا. إذا هم هذه كان منسوخا لديهم. صحيح يقول أن الذي يصلي على الرسول بعد الصلاة بعد الأذان هذا خير منه الذي يزني بأمه. اسمعوا يا جماعة، هذا مش خيال، هذا واقع، هذا واقع مجلة التمدن الإسلامي مطبوعة، وهناك عدد منشور في هذا الخبر. رجل لا يزال في حل الحياة واقتفى بالاعتذار في مجلة، لكن ما اعتذر للناس الذين اتهموا
تخلق فاصلة. نشر في بعض الرسائل أن ذات مؤذنا في مكان سماه كان يؤذن، فقال له أحد هؤلاء يعني السلفيين: لا تصلي على الرسول، لا تجد بأنك خير من الصلاة على الرسول بعد كذا. فقام أحد المشايخ الكبراء ولما من تسمية نعمة الخير وهو الشيخ محمد باهي البيطار رحمه الله، فكتب إلى التمدن الإسلامي بيانا بأن هذه القصة شرية محضة والمؤذن نعرفه. وإلى ذلك نرجو من نشر هذا الخبر أن يبادر لتسليمه. فبادر على واصل ما أذكر بين من يأسى عليهم ويشفق وبين من يحسد عليهم ويغضب. ليه؟ لأنه كيف يدخل في عقل هذا الإنسان أنه يوجد مسلم في الدنيا يصلي ويقوم يقول أن الزنا الرجل بأمه خير من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كتب هذا من الشرف. فلما اطلع على طلب الشيخ ذلك يوم الثاني، هذا الإنسان كتب في مجلة الترجمة الإسلامية: والله أحد من حدثنا بهذا الخبر، وما دام الخبر صحيح فأنا أعتذر. ومثل هذه الأخبار تتكرر لكن ألستم تنقمون على هذا الإنسان؟ بلا شك، لكن خير من هذا خير من هؤلاء الناس الذين يطولون في الجهاد والبحث المتتابع على المال. ولا إن الله إذا كان هؤلاء حرص على مناصبهم لا يخشى من الله أن يحذر الذين يسمعون هذه الكلمات أن يشاركوا هذا المبطل وهذا المفتري على المؤمنين في إثمه، وأن يحذروا أن ينقلوا مثل هذه الأخبار لما ذكرنا من قول الرسول من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نذيرا. نحن نقول الأصل هو اتباع كتاب السنة كما ذكرنا لجميع الناس، لكن الناس يختلفون في طريقة الوصول إلى معرفة كتاب السنة. العالم بعلمه والأمي أو الجاهل بسؤالي إلى العلم، وطلاب العلم بين هؤلاء وهؤلاء يتدرجون ويسلكون الطريق تمكنوا من معرفة ما قال الله وقال رسول الله. الغرض أن تلاحظوا التفصيل. الأصل اتباع كتاب السنة لمن يستطيع، وهذا المفروض أن يستطيع أهل العلم والعامة من أهل العلم، هذا صريح جدا. لكن أن يرتبط الأمر فيسمع العلماء جهالا لا يعرفون كتاب السنة ويفرضون على الناس آراءهم وأقوالهم، هذا خلاف الإسلام، وهذا يؤدي أن يصيب المسلمين ما أصاب النصارى كما ذكرنا من خضوعهم لقسيسيهم والرهبان. ومن ينقل عنا أن اتباع المسلم لمذهب المذاهب هو كفر أو شرك فهو مفتري، الله عز وجل حسيبه يوم القيامة. أما نحن عقيدتنا أنه يجب على المسلمين اليوم جميعا وبخاصة العلماء في كليات الشريعة أن يطوروا مناهج التدريس بحيث أن يأتي زمن يصبح الجو العام في العالم الإسلامي هو الجو العام الذي كان في السلف الأول. السلام الأول لم يكن هناك مذاهب ولا طرق، لم يكن هناك إلا قال الله قال رسول الله.
والأمر كما قيل كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فالرضا بهذا الواقع السيء على عجله وعجله وبخاصة المؤمنين، الرضا ببقاء الناس جهالا بكتاب الله وبحديث رسول الله الذي أوصل بهم إلى يجري التوحيد الذي هو الأمر، فهذا لا يجوز في الإسلام قولا واحدا. تطوير المناهج يؤدي مع الزمن إلى أن يعود إلى ذلك العهد الصافي الذي لم يكن فيه بصري ولا عماني ولا عثماني ولا علوي، فضلا عن أن يكون فيهم حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي. ويوم يعود المسلمون حقيقة إلى هذه الحياة العلمية التي لا يعلو ولا يحكم فيها إلا قال الله قال رسول الله، يومئذ أنا أعتقد تقوم قائمة المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. أما ونحن ماضون على هذا الخطأ وعلى هذا الضلال، الابتعاد عن كتاب الله وعن حديث رسول الله واتهام من يدعو إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يكفر ويضلل ذلك، فمع الأسف يظل المسلمون هكذا مغلوبين على أمرهم، يحكمهم من لا يدين بدينهم ويتفرق عليهم اليهود وهم بجوارهم ثم لا يستطيعون ان يعملوا شيئا. ذلك لان الله عز وجل يقول ان تنصروا الله ينصركم وكيف يكون نصر الله ونحن نحارب دين الله كتابا وسنه باسم الدين، ان كنت لا تدري تلك مصيبه وان كنت تدري تلك مصيبه اعظم. ما كنت اردت ان اطيل هذه الكلمه ولكن هكذا تفرق، ولعل في هذا القدر كفايه وقد صلاه العشاء نستفيد بهذا.